استخداماته وبيستخدم ازاي، هل زي اعشاب كتير جدا بالطريقه بتاعه البيت انه يتحط في ميه مغليه ويتغطى عليه وبعدين يتصب بعدها ب10 دقائق، ولا له طرق تانية في استخدامه؟ ليه الطريقه دي وليه طرق تانية ان احنا نطحنه وناخد ونعجنه بالعسل. لو خدنا 100 جرام من الحرمل وناخد 200 جرام او 300 جرام افضل، عشان الحرمل الكمياته الكبيره منها يعني بعض الابحاث بتقول تسبب التسمم. يعني الحرمل نستخدمه بحذر، بس هو مفيد جدا، لانه اذا ذكرتي الحرمل نذكر الصرع، نذكر الوسواس القهري، نذكر الاضطرابات النفسيه. والعلماء قديما قالوا اللي اغلب الامراض بتكون من زياده خلط سوداوي. الامراض اقصد الامراض النفسيه، المناخوليا والجنون والاضطرابات العصبيه الشديده جدا جدا. اذا ذكر الحرمل دائما اتذكر انه مسكن. دي اللي صورته معانا دي كده لسه ما طلعش الحبوب كده، الصوره دي اللي قدامكم لسه ما طلعش الحبوب. هو في ايوه كده الحبوب دي بقى، دي بقى العلبه نفسها. الحبه بتاعته تبقى عامله زي حبه البركه بالضبط كده، ليها شكل حبه البركه ولكن بنيه، منها نوع ابيض ومنها نوع احمر بني. ودائما نجد اللون البني، يعني الاحمر ده انا يعني معترض عليه، لان كل الحرمل الوصف الدقيق للحبه انها تشبه حبه البركه. وبالمناسبه ليه اسم تاني اسمه الاسفند. والحبايه الصغيره دي بتشبه حبه البركه، ولكن تختلف في لونها فقط، وتختلف في مكوناتها وفي استخداماتها والمحاذير التي تم يعني العلاج. قلنا ان احنا لازم نعمل المحاذير ان شاء الله. تمام. طيب خلينا ندخل بقى على الفوائد. فوائدها ايه بالظبط؟ بتعالج ايه؟ ولكن قبل الفوائد حضرتك قلت ان في هي دي في الاخر اللي ليها لونين. طيب اللون ده هو الاكثر كفاءه اللي حضرتك مقتنع بيه، ولا اللون حضرتك قلت كان ليك تحفظ على لونها احمر؟ لا، لان هو لا تصل الينا حمراء، ما شفتش حمراء خالص خلال 27 عاما في مجال الاعشاب. لم اجد هذا اللون. بص اللون كده، الاخوه المشاهدين برضو هيشوفوا اللون مش محمر ابدا خالص. هي دي اسود، اسود خالص. ولذلك احنا ما بنقولش ناخد معلقه صغيره، لا، ناخد تلتين معلقه او نصف ملعقه. هي مش شبه القرنفل شويه من بعيد تحس كده؟ لا لا، ده عشان بنيه قوي زي ما قلت لك ان شاء الله. تمام. احنا قلنا اذا ذكر الحرمل فاتذكر دائما انه مسكن، هيفيد التهاب المفاصل. اذا ذكر الحرمل الصرع. اذا ذكر الحرمل هيفيد التصلب المتعدد اللي هو الام اس. في حلقه سابقه كان بعض الاخوات سالوا عن مرض الام اس. ومرض الام اس يعني مرض صراحه يعني من اشد الامراض اللي شفتها. اللي هو قلنا الجهاز العصبي بيحصل فيه اضطراب في المناعه، فالاعصاب ربنا سبحانه وتعالى مغلفها بغلاف كغلاف السلك بالضبط. هو الجهاز المناعي بيهاجم الغلاف العصبي للعصب، فيبتدي الانسان يشعر بتشنجات ويشعر بكهرباء وممكن يفقد البصر في الاول. فلا بد ان هو ياخذ كورتيزون بقى، دي ضروره بقى لحد ما يتعالج. فاثبتوا ان كل الامراض اللي بتصيب المخ بتكون بسبب زياده خلط سوداوي اللي هو مسؤول عنه السبلين، اللي هو بالعربي الطحال. عند ربنا خلقنا اربع اخلاط. الاخلاط البلغميه في الجهاز التنفس عشان ترطب الجهاز التنفسي وعشان الميكروبات لا تخترق هذا الجهاز المهم، وعشان يكون فيه ليونه في الحركه، وليه فايده كبيره جدا للغشاء المبطن للجهاز. هذا لو زاد يبقى زياده خلط بلغمي. ايضا الحرمل يعالج مشاكل السعال وزياده الخلط البلغمي وزيادة الخلط السوداوي اللي مسؤول عنه الاسبلين. في احنا ذكرنا كده ايه خلطين. فاضل خلطين اللي هو الخلط الدموي، والحجامة طبعا بتشتغل عليه لان بتعالج 70% من الامراض. وفي الخلط الصفراوي اللي بيصابوا باليرقان وبالصفرة
قلنا في حلقات سابقة طريقة علاجهم، وقلنا الحجامة برضو بتدخل في أغلب هذه الأمور. هذه الأخلاط البلغمية والسوداوية والصفراوية والدموية، الحرمل بيساعد جدا جدا في إزالة الخلط السوداوي. الخلط السوداوي لو زاد بيعمل إيه؟ بيعمل مشاكل في المخ، سواء كان التصلب المتعدد، التصلب اللويحي، الام اس، وبيعمل ممكن امراض نفسيه، وبيعمل حاجه اسمها ايه بقى اول مره نقولها؟ الوسواس القهري. يا الله ربنا يعافينا. يعني الحرمل موصوف للوسواس القهري. الاحاديث اللي وردت في الحرمل ضعيفه وموضوعه، محدش يذكرها امامي. طيب